لو تلاحظون الناجحين في حياتهم عندهم نمط معين يتبعونه. أول شيء لازم يعرفون هم إيش يبغون بالضبط، فيكون عندهم حلم في البداية، بس الحلم ما يصير إلا بأهداف، فيحطون أهداف لهذا الحلم. والأهداف طبعا تتقسم، أهداف سنوية، شهرية، أسبوعية، يومية، ولكن الأهداف ما تتحقق إلا بالانضباط، لأنه الانضباط هو الوحيد اللي راح يوصلنا للنتائج. طيب كيف ممكن نقدر نتعلم الانضباط؟ نقدر نتعلم الانضباط في 3 خطوات، بسيطة في الكلام ولكن صعبة في التنفيذ. وقبل ما نتكلم عن 3 خطوات البسيطة، في حاجة لازم نفهمها، إنه الانضباط لازم يتطبق على كل جانب من جوانب حياتنا بالكامل. طيب الخطوة الأولى في تعلم الانضباط إننا نحدد ونقيم وضعنا الحالي من الانضباط، هل عندنا أي شيء في حياتنا ملتزمين أو منضبطين فيه حاليا؟ بعد ما نحدد الأشياء اللي التزمنا فيها، نجي الآن ونحدد الأشياء اللي ما التزمنا فيها، سواء كان اشتراك في النادي، سواء كان صدقة شهرية. الخطوة الثانية نشوف إيش النسبة اللي طلعنا فيها، هل نحن ملتزمين بأكثر من 50% من الأشياء اللي قلنا بنسويها أو أقل، فنحدد يعني قيمة فصل. الخطوة الثالثة، إذا كنت إنسان ضعيف جدا في الالتزام، فابدأ حط لنفسك أهداف بسيطة وخلي كل هدفك إنك تلتزم فيها بنسبة كاملة. وإذا كنت من الناس اللي نسبة التزامهم أكثر من 50%، فلازم كمان تشتغل على نفسك وتحاول قد ما تقدر تخليها حدود 90%. والجميل في الموضوع إنك لو عودت نفسك على الالتزام بنسبة 90% من فترة 2 إلى 3 شهور، راح يصير هذا الشيء عندك